يسأل ويقول: سجود الإمام في الركعة الأولى من صلاة الفجر بعد قراءة الفاتحة ونصف سورة، ثم يقوم ويكمل السورة ويركع. والسؤال هنا: لماذا تصرف الإمام على هذا النحو وما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. سجود الإمام في الركعة الأولى من صلاة الفجر بعد قراءة الفاتحة ونصف سورة، ثم يقوم ويكمل السورة، ثم يركع وإلى آخر. والسؤال هنا: لماذا تصرف الإمام على هذا النحو وما الحكم؟ لا بأس بذلك. الحمد لله. لا بأس أن الإمام أو أي مصلي، إمام أو مأموم، إمام أو منفرد، لا بأس أن يقسم السورة بين الركعتين، يقرأ أولها في الركعة الأولى ويقرأ آخرها في الركعة الثانية، لا بأس بذلك، خصوصا إذا كانت سورة طويلة، لا بأس أن يقسمها بين الركعتين. الحمد لله. جزاكم الله خيرا.